إيجاد الجذرين التربيعيين للعدد العقدي 40 درجة مساعدة دور العام قبل الماضي والسنة الماضية اللي قبلها ومرة من سنتين كمان، يعني عدة مرات. السؤال يأتي بطريقتين، إما أوجد الجذرين التربيعيين لزد يساوي 3 زائد 4 آي، أو حل المعادلة. طريقة ثانية للسؤال، زد مربع بيساوي 3 زائد 4. إذا عمل زد بيقول لك أوجد الجذرين التربيعيين، بس إذا عمل زد مربع شو بيقول لك؟ حل المعادلة. واثنيناتهم بدنا نحلهم بنفس الطريقة. تفرض لهي ثلاثة وتفرض للأربعة بي. لو لي وحدة وحدة بي. بتقول مفروض تختار رمز ما لا على التاي وليكن أوميجا زائد دي آي. جذر تربيعي ل 3 زائد 4 ذهب. يعني لي لهذا هل شو مكان يكون اسمه زد ما زد طبيعي. في ثلاث قوانين استنتاجهم غير مطلوب، احنا علمناكم ايام السنه كيف نستنتجهم، بس هلا نحن ما بدنا نستنتجهم، ما ضل وقت للامتحان نتعلم كيف هتجي القوانين، بدنا نحفظهم لنجيب العلامه. من لك اول قانون احفظوا لي القوانين الثلاثه، اكس مربع ناقص واي مربع بيساوي وهو القانون الاول. خلونا نعوضه مباشره على تمرين يلا. اكس مربع ناقص واي مربع بيساوي والار هي 3 وهو القانون الاول. القانون الثاني، إكس مربع زائد واي مربع بيساوي تحت الجذر مربع زائد بي مربع. تعال عوضوا مع بعض يلا. بصير قانوننا إكس مربع زائد واي مربع بيساوي تحت الجذر ثلاثة للتربيع 9 زائد 16 25 جذر 25 5 وهو القانون الثاني. في حدا لسه ما كتب اسمه؟ في ورقة هون لازم تكون، وين الورقة شباب؟ رجع على الورقة. القانون الثالث، إكس ضرب واي بيساوي بي على 2. عوضها معي، يعني شو بتصير؟ إكس ضرب واي بيساوي 4 8 على بيضة 2 وهو القانون الثالث. من الأول الأولاني، من الأول الثاني، ومن الأول الثالث. لدينا إذا ثلاثة قوانين. الآن وقبل فوات الأوان، مين عنده سؤال أول شيء؟ صعبين شيء؟ بدنا نحل الحل المشتركة. سعيد أنت رقمك طالع من الواتساب الجروب؟ ابعث لي رسالة مرة. ضبطوا لك الوضع؟ مين هون طالع من الجروب لنرجع نضيفه؟ مين ما موجود بجروب الواتساب؟ لانه بدنا نثبت الاسماء، اسماء الاختبار على الجروب. الاختبار اللي بدنا نعمله رح ابعث لك على الجروب اسمك ومجموعتك الى اخره. اذا حدا طالع من الجروب يراجع الان سماع الحصة. كيف بنحل الحله المشتركه؟ بنختار الاولى والثانيه بالجمع. بتروح الناقص واي مربع مع الزائد واي مربع. اكس مربع اكس مربع 2 اكس مربع 2 اكس مربع بيساوي 8. معنى الإكس مربع بيساوي 8 على 2 4. اجزرها إكس تساوي 2، إما إكس تساوي 2 أو إكس تساوي ناقص. هل من أجل، ركز معي على الطريقة السهلة اللي بدي أعلمك إياها، من أجل الإكس الأولى واللي هي 2 نعوض ب 3. في عالم عم يعملوا هون عم يعبدوا حالهم، عم يرجعوا يعملوا بالطرح، ما في داعي. انت طلعت للاكس عوضها بالثالثه، عوض بشو؟ شو بتصير هاي؟ 2 واي بيساوي 2. يا بعد استاذ ثاني انتبه، هون
يا عالم ما عم تعوض بالثالثة، شو عم تعمل؟ عم تعوض بالطرح. بعدين عم يناقشوا بالإشارات. هيك يعني دارك الجهة البعيدة. طلعت معك إكس، عوضها بالثالثة، فورا تطلع معك الواي. 2 على 2 معناها الواي الأولى واحد، ليش سميتها واي واحد؟ أنا اسمها إكس واحد. عرفنا الإكس وعرفنا الواي. معناها الأوميجا الأولى يعني الجذر الأول هذا اللي أنا فارضه. حط لي هون في معي خطأ مطبعي بعتذر أنا آسف. نفرض إكس زائد واي أي جذر. طيب الأولى أنا ما إياهم. مين المشهورين؟ الإكس والواي. يلا عوضني بدل الإكس 2 وبدل الواي 2 1 شو بيطلع أوميجا؟ 2 زائد 1 أي. هذا هو الجذر الأول. ضل عندنا جذر ثاني لأنه عامل لك أوجد الجذرين التربيعيين. الجذر الثاني أوميجا 2 هو معكوس الجذر الأول. يعني تضرب هاي بناقص تصير ناقص 2 ناقص أي، وهي هي أوميجا 2. أوعى تقول مرافق الجذر الأول، المرافق مو هون، المرافق بهذيك تبعية الدلتا لما كان عندك ثلاث حدود اسمه ثلاثي حدود، أما هون لا. مكتوب بالشكل الجبري. فلما طلع لي جذرين بيطلع جذران متعاكسان. طبعا كان فينا نقول اكس 2 تساوي ناقص 2 نرجع نعوضها بالثالثة رح تطلع معنا نفس الإجابة. نقطة جنب الفقرة، انتبه الجذران هنا، انتبه الجذران هنا متعاكسان وليسا مترافقان. الجذران يا هذه المتعاكسان، لما لا تكتب هنا يا حلوة؟ الجذران متعاكسان وليسا مترافقان. مين عم يسمع؟ 40 علامة من شغل صغيرة مساعدة إذا إجاك بالعقدية، وإن شاء الله العقدية عم يجيبوا لك 75، إن شاء الله هالسنة بيجيبوا لكم 40 لأنه في عالم ما عم تفهم. قولوا 40 هيك بيجيك سهل. نطلع بالصف نكمل بالنماذج الوزارية. مثال امتحاني لها، ليكن زد يساوي 1 زائد جذر 3 اي. واحد زائد شو؟ اكتب العدد زد بالشكل المثلثي واثبت ان زد اس 6 عدد حقيقي. بدنا نكتب هذا بالشكل المثلثي. تعلمنا الدرس الماضي اذا بنحسب الار نحسب كوساين تيتا ونحسب ساين تيتا. الار تحت الجذر مربع هاد زائد مربع هاد عم يطلع معنا جذر الاربعة 2. الكوساين تيتا هو اكس على ار يعني نص، ساين التيتا يعني واي على ار يعني جذر 3 على 2. مين الزاوية اللي ساينها نص؟ سوري كوساينها نص؟ ساينها جذر 3 على 2 هي بالربع الاول. بناخذها مثل ما هي للزاوية الشهيرة واللي هي 60 درجة او بي على 3. معناها التيتا هي بي على 3 رابع. معناها الشكل المثلثي صار معي، الشكل المثلثي صار معي زد بيساوي 2 ذكرتوا القانون ار مفتاح قوس كوساين تيتا زائد اي ساين تيتا. كوساين فينا التيتا هون بي على 3 زائد اي ساين البي على 3. هذا هو الشكل المثلثي. الآن مطلوبة منك يا بني زد أس 6. عمو دموافر بين إيديك شباك للبيت. تذكرتون دموافر؟ بتروح فوق هدوم بتحط 6 هون، هي زد أس 6. وبنحط هون
قوس كبير مثل المعلقة فوق المسك. الآن هذه الستة الجميلة تنزل فوق الأرض وجنب التيتا. هذا دموار. إذا دموار بيقول لك الأس بينزل فوق الأرض وجنب التيتا. كوساين ستة بيع ثلاثة. زائد أي ساين ستة بيع ثلاثة. الآن ستة تقسيم ثلاثة اثنين بي. كوساين من اثنين بي زائد اي ساين من اثنين بي. ان المضاعفات بي الزوجية مثل الصفر تصير اثنين وستة بي. كوساين الصفر واحد زائد اي ساين الصفر صفر. صفر راحت واحد ضرب اثنين وستة الجواب اثنين وستة. اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ست مرات. اثنين وستة معدد حقيقي. اذا ينتمي لأرض. هذه تنتمي لأرض مثل كأنك عم تقول يا بني الحمد لله رب العالمين بعد ان شبعت. طبعا اكيد ما عليها علامة. اثنين وستة معدد حقيقي خلص انت اثبت له انه هو عدد. بس ما بتضرك انت بس تنتمي لأرض. هذا يعني عدد حقيقي لانه هو عم لك اثبت. هاي افضل. في قواعد هامة على اليسار تعال نحكي عليها نشوف. اول وحدة R تساوي ري زد. قصدا هذا ال R هو نفسه ري زد. ونحن اخذناها بالجلسة الاولى ان العدد زائد مرافقه يساوي ضعفي القسم الحقيقي. هي جاي من هنيك. معناها القسم الحقيقي هو العدد زائد مرافقه على 2. معناها زد زائد زد خط على 2. وهكذا اقرأوا لنا هذه الملاحظات. مثلا ثالث ملاحظة زد زائد أوميجا خط. أصدر المرافق بتوزع على المجموع. بعدين المرافق بتوزع على الضرب. بتوزع على القسمة. زد أس إن خط. بصير زد خط أس إن. يعني مرافق القوة هو قوة المرافق. تطلع الأس لفوق. بعدين عم بيقول لك طويلة جداء عددين هو طويلة الأول ضرب طويلة الثاني. الأرج اللي شايفينها هاي الأرج. أرج يعني زاوية. أرجومنت. أرجومنت. أعتقد هيك كان. هي نفس التتة بالمناسبة. يعني عم بيقول لك أرج يعني أعطيني الزاوية. عم يقول لك زاوية ضرب عددين هي الزاوية الأول زائد زاوية الثاني. وهيدي الاثنين بي جوا القوس أصلا زائد اثنين بي كي. هذا رمز. اشطبوا إذا بدك. هذا زائد اثنين بي كي. وهكذا طبعا هذا راح يمرق معنا بالأمثلة. مشان نذكركم بالقوانين فقط. بدي من هدول أهم شيء بدي تنزل على آخر نظرة حلوة. أي واحدة أهم شيء أهم شيء. في غير هذا القواعد بدو الصفحة لشوف. استحلوا الصفحة. لسه ما وصلنا. قرونا هذه القواعد واسألونا عنهم إذا ما تذكرتوها. ما في مشكلة. رموزية فقط. في داعي أكمل أقراها؟ تطبيقا رح يبلغ معنا بالأمثلة. كمان سؤال من النماذج الوزارية. هام جدا جدا في هذا العام. سؤال دورة وسؤال من النماذج الوزارية. يعني هذا نفس دورة ونفس نموذج وزاري. ليكن زد واحد بيساوي واحد زائد جذر ثلاثة اي. زد اثنين هاتوا واحد زائد ار
اكتب بالشكل المثلثي زد واحد وزد اثنين وزد واحد على زد اثنين. بدنا بالشكل المثلثي. هلا زد واحد نكتبها فورا تحصل الار تطلع اثنين كوساين التتا نص هي حليناها من شوي عم تطلع اثنين بكوساين البي على ثلاثة زائد اي ساين بي على ثلاثة زد اثنين تحسب الار كوساين تتا ساين تتا جذر اثنين بكوساين البي على اربعة زائد اي ساين البي على اربعة. طبعا انت هذول يفضل تكتبهم بالتفصيل بالامتحان ما تجرم مثل طاش. اكتب لي من وين جبت الار وكوساين تتا وساين تتا. ما رشحك عم تضحكي خليكي على اللوح اعبسي. بدنا هلا زد واحد على زد اثنين زد واحد على زد اثنين. ركز عند قسمة عددين بالشكل المثلثي هذا مكتوب مثلثي وهذا مثلثي. عندما نقسم عددين بالشكل المثلثي تقول القاعدة نقسم الطويلتين ونطرح الزوايا. فضل القاعدة هي من القواعد اللي رينا شوي. نقسم الطويلتين ونطرح الزوايا. لو كان الضرب زد واحد ضرب زد اثنين تقول القاعدة نضرب الطويلتين ونجمع الزوايا. تذكرون هذا. إذا بالقسمة نقسم الطويلتين ونطرح الزوايا. أما بالضرب نضرب الطويلتين ونجمع الزوايا. يا قسموا لنا الطويلتين 2 على جذر 2 جذر لا جذر نفتح قوس بكوساين اجمع لي الزوايا هون قسمة بعتذر انا اسف هون بدنا نطرح بالرداء هلا الضربة هي ما مطلوبة بس انا عم بكتبها زيادة مشان اذكركم هون بنجمع الزوايا هون بنطرح الزوايا عم بتصير بي على 3 ناقص بي على أربعة بتوحد المقامات تطلع الإجابة بي على 12 كوساين البي على 12 زائد اي ساين البي على 12 انتهى الموضوع. هيك قسمناه. هيك كاتبين عندكم خرجونا نظرة؟ انتوا عندكم لما هيك كاتبينها؟ انتوا عندكم عاملين قصة رجعانين عاملين مثلث عشان يعلموكم الطريقتين. بالمناسبة بالقصة نفس الشيء انتبه ليش؟ اعمل لي هذا قصة بصير 2 بإي أس أي تيتا بي على 3 قسموا على هذا جذر 2 بإي أس أي بي على 4 نفس الطريقة نقسم الطويلتين يعني بتصير جذر 2 بقوس اي ونطرح الزاويتين بترجع بي على 12. فانت عرفت للار وعرفت للتتا بترجع مره ثانيه بتكتبها بالشكل المثلثي جذر 2 بكوساين زاويه طلعت بي على 12. اذا بالنقطه عم يعلمك اياها بالمثلثي عفوا بالقصه بالمثلثي بس هي مطلوبه بالاصل بالمثلثي يعني تكفي انك هون تقسم الطويلتين وتطرح الزوايا. جميل هذا الكلام. لو قال لي ضرب نفس العملية نضرب الطويلتين بجمع الزوايا. الطلب الثاني اللي نضربه فيه الطلاب بالامتحان اكتب بالشكل الجبري
لا مو هذا الاستنتاج اللي طلبوا فيه اخرته. اكتب بالشكل الجبري زد واحد على زد اثنين. تعلمناها الدرس الماضي ان زد واحد على زد اثنين نضرب البسط والمقام بمرافق المقام. تذكرتوا؟ نضرب البسط والمقام بمرافق المقام. اعطونا الجواب اللي بيطلع بعد ما ضربوا بالمرافق. كمل بمرافق المقام. تضرب بالمرافق يلي فيه الاي بتسحبه عامل مشترك، واللي ما فيه الاي هن القسم الحقيقي. عم يطلع واحد زائد جذر 3 على 2 زائد اي ب ناقص واحد زائد جذر 3 على 2. هي عم تطلع الاجابه. A زائد B I. طيب بس ليش أقول A زائد B I. قسم اللي بعده استنتج. لو اللي كلمة استنتج هون ضرب الطول. استنتج كوساين البي على 12. في عالم تشتغل بالمطابقة بس أنا حالك طريقة أحلى. كوساين البي 12 احنا القاعدة اخذينها هي اكس على طول صح ولا ما صح؟ قاعدة الكوساين اكس بتجيبها من الجبري، ار بتجيبها من المثلث، كانك طابقت وتكون استنتجت الكوساين البي 12. حفظ القاعدة اكس على ار، اكس من الجبري وار من المثلث. هذه اضمن. ليش؟ لأنه عم يعمل مطابقة. لأنه عم يعمل مطابقة عم ينسى يدخل جذر 2 لجوا. بدي يعمل مطابقة، أول شيء بدي ينشر، بعدين بدي يطابق هي مع هي. طول شو عم يقول؟ عم يقول بالمطابقة هاد هو هاد، هاد هو غلط. لأنك ما نشرت. تنشر بعدين تقول هدول 2 هو هاد، ترجع تقسم على R. بلاش توقع حالي مش كفزر. كوساين التتا اكس على ار، اكس من وين نجيبها لنا؟ اكس من الجبري ار من المثلث. بيطلع الجواب واحد زائد جذر 3 على 2 على جذر. الاول مقلوب الثاني، جذر 2 بتنضرب ب 2 بصير واحد زائد جذر 3 على 2 جذر 2. الان نضرب البسط والمقام بالجذر اللي موجود بالمقام عشان نزيله وتطلع الاجابه. ضرب لي هذه جذر 2 وهذه جذر 2 بتصير 4. تحت بتصير جذر 2 ضرب جذر 2 ضرب 2 بتصير 4. البسط عم بيصير انشرح جذر 2 زائد جذر 6 على 4. جذر 2 زائد جذر 6 على 4. هذا هو كوساين التتا. كوساين عفوا مين؟ بي 12. البي 12 بالمناسبة هو 15 درجة صح ولا ما صح؟ فأنت اليوم تعلمت كيف يطلعوا كوساين 15. هذه ليست زاوية شجرة، هي كوساين الخم. لو قلت لك ساين، استنتج الساين، بتقول لي ساين تتا. طيب هي شغل ساين تيتا بتقولي واي على ار ساين بي 12 واي بتجيبها من الجبري ار بتجيبها من المثلث زائد 4 على 2. فبتطلع معك هي على هي. نرجع نعيد الكوساين من وين اجى. الكوساين بتجيبيه من اكس على ار، اكس من الجبري ار من المثلث، هي بتضربي بالجذر مشان تضبطي منظره. والساين نفس الشيء، واي من الجبري ار
للمثلث. طيب يقول لك تانجنت، استنتج تانجنت تيتا هي ساين على كوساين، ساين اللي طلعت معك والكوساين اللي طلعت معك. شو؟ لا بتحفظها اوكي طويس. طبعا هذا الفيديو يصور اليوم 28 رمضان صح ولا 27؟ 27. يعني لاني نمت بعد قيام الليل نمت، فانا فكر صار يوم جديد. العالم ما نايم اعتقد هسه. هذا يوم 27 رمضان، واغلب العلماء بيقولوا انه هو ليله القدر. ليله القدر غير معروفه طبعا، هي بتكون بالليالي الفرديه 21 23 25 27 29. بعض العلماء يقول انها ليله 27 واخذين عاده ان العالم بيحيوها بالمساجد ليله 27، بس هي الله اعلم. بكل الاحوال انا بكل الليالي الفرديه والزوجيه صليت ودعيت لكم، وكل يوم بدعي لكم، لكن هذا اليوم بالذات دعيت لكم كثير مثل ما انتم دعيتوا لي كثير. فان شاء الله يا رب الله ما بيضيع تعبكم، وبترفع راسنا وبضل راسنا مرفوع هيك حتى توجعنا لبدنا. قولوا امين. امين. لانهم كثيرون ينتظرون سقوطكم، لان سقوطكم يعني سقوطي، وانا بعمري لم اسقط. فانت هتشوف اذا بدك تسقط، اعلم انك اذا سقطت سيكون سقوط افرادي، لان الاغلبيه بدهم يكونوا صاروا بالفرع الجامعي اللي بيحبوه. فانا لا اتمنى ان تكونوا من الساقطين، اتمنى كلياتكم كل اللي عم يشوفونا يكونوا من الناجحين المرفوعي الرؤوس، وان تكون اسدا لا نعاما. قولوا امين. حظ النتيجه. مين عنده سؤال يا